السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيمة. مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد. اليوم إن شاء الله وضمن سلسلة حلويات العيد فغادي نقدم لكم أول طلبية خدمتها، واللي هي حلوة البوق التقليدية بذوق النسكافيه، وزينتها بالشوكولا البيضاء والسوداء. كتجي هشيشة، كتجمع بين هشيشة ورطبة ومقرمشة في نفس الوقت، فكتجي من أروع ما يكون. هنا غادي نقسم لكم هاد الحبة باش تشوفوا معايا كيف كيجي شكلها، فكتجي رائعة إن شاء الله. إلا تبعتوا معايا خطوات الفيديو وحضرتوها أنا متأكدة غادي تعجبكم. بالنسبة للبنات اللي بغاو يعتمدوها في الطلبيات ديالهم فغادي نطرق لكم أيضا لثمن البيع في تتمة الوصفة. وبالنسبة للناس أكادير اللي بغات أي طلبية فدائما كنخلي لكم رقم الواتساب على الشاشة وأيضا في صندوق الوصف، تواصلوا معايا ومرحبا بكم لأي طلبية بغيتو، فأنا راهن الإشارة باش تعرفوا معايا طريقة تحضير هذه الوصفة وأيضا مكوناتها. ما عليكم غير تبعوا معايا خطوات الفيديو وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، بما أنني غادي نحضر هاد الحليوة بالذوق ديال النسكافيه، فخديت ملعقتين كبيرتين من الماء وضفت عليهم جوج خنيشات من قهوة سريعة الذوبان أي نسكافيه ما يعادل 4 غرام، كل خنيشة فيها 2 غرام. بغيتو تركزوا المذاق ديال النسكافيه فكتخدموا بجوج خنيشات كيف ما هي، أنا بغيتوها تجي خفيفة فكتخدموا بوحدة فقط. وهنايا عندي 250 غرام من زبدة مارغرين اللي كنكون حكيتها هكذا في الحكاكة حيتاش كانت باردة، فحكيت على هذا الشكل باش تسهل عليا العملية ديال الخدمة ديال هاد الدوازتين. واحد الملاحظة، إلا كان عندكم الطلب في هاد الحليوة بالخمير عفوا بالزبدة حيوانية فكتخدموها بزبدة حيوانية، ولكن راه كدير الفرق في الثمن. ف 250 غرام من زبدة مارغرين، 300 غرام من سكر ناعم اي سكر كلاصي يعني ما يعادل 2 كيسان بقياس كاس العنبه اللي تيكونوا عامرين وقبيصه من الملح. دمجت هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. وهنايا عندي 200 مليلتر من الزيت النباتيه بقياس كاس العنبه، يعني كاس الا ربع، الكاس ما تيكونش عامر ما كيكونش وافي، كاس الا ربع بقياس كاس العنبه. باش هكذا نقرب لكم الميزان مزيان، اما كتعبروا 200 مليلتر في الميزان، اما كتاخذوا الكاس ديال العنبه ما كتعمروش يعني كاس لارو كتاخذوا منو زيت كيشان كتخدموهم، اما كتاخذوا الجبانيه ما كتكونش عامره يعني ما توفيوهاش حتى هي جبانيه لارو، هي كتعادل 200 غرام. وبالنسبه للسكر كلاصي فجبانيه وحده كتكون عامره هي 300 غرام. انا كنحاول نقرب لكم المقادير باش هكذا اللي ما عندهاش الميزان حتى هي ممكن تحضر الوصفه وتجيها مزيانه. صافي دابا هنايا السكر، سكر كلاصي، مليحه، الزيت دمجتهم مزيان مع بعضياتهم، وضفت 4 حبات من البيض. كندمج الكل جيدا على هذا الشكل. كتحاولوا تجمعوا كل المكونات مزيان مع يعني بالاستعانه باليد ديالكم باش هكذا كتاكدوا بان ديك الزبده ذابت. ثم كنضيف كيف ما قلت لكم دوك جوج خنيشات من نسكافيه اللي كنكون ذوبته بملعقتين كبيرتين من الماء. ممكن تنكهوا باي ذوق كيعجبكم، غير هو صراحه النسكافيه كتجي بها روعه، كيجي الذوق ديالها زوين، سيرتو ديال اللي كنكونوا مزيانين بشوكولا نوار فصراحه كتجي مزيانه بالنسكافيه. والمهم نتوما راه كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم، ممكن تنكهوا فقط بالفانيليا، نكهه اللوز، اي حاجه نتوما كتفضلوا كتعجبكم فكتنكو بها عادي. هنايا ضفت كاس بقياس كاس العنبه من نشا الذرة المايزينا اولا ما يعادل 100 غرام. انا داكشي اللي كنبقى عندي فديك الساشيه ديال نشا كانت بقات عندي 100 غرام فعبرتها صافي، وكبيتها كامله مباشره على الخليط وبديت كندمج الكل جيدا. فدابا من بعد ما دمجت هاد المكونات مزيان مع بعضياتها كنبدا نضيف الدقيق الابيض المخصص للحلويات اي دقيق الفورس بالتدريج. انا المهم انا كنعطيكم مقادير مضبوطه ومعبوره في الميزان، ولكن سيرتو ديال الدقيق ما تقيدوش بالمقياس ديال الدقيق. علاش؟ لان دابا انا كنخدم دقيق مخصص للحلويات وهو دغيا كيتشرب لنا السوائل،
ولكن الا خدمته غير بالدقيق العادي اللي كنعجنوا به الخبز ماشي ديال الحلوه، فهو كتضيفوا كميه كبيره عاد باش كيشرب لكم السوائل، ما كيشرب السوائل بسرعه. فانا عندي بالضبط 950 غرام من الدقيق الابيض المخصص للحلويات، اي دقيق الفورص اللي غربلتها كنبدا كنضيفها بالتدريج وانا كنلم العجين ديالي. المهم كنقسمها الى دفعات، ما كنضيفهاش دفعه واحده، فهي الدفعه الثانيه من الدقيق. وضفت جوج خنيشات من خميرة الحلويات ما يعادل 16 غرام صافي. بقيت كنلم ديك العجينه حتى دخلت فيها ديك 950 غرام من الدقيق، وهي العجينه كيف ما كتلاحظوا ما هي كتجي على هذا الشكل، خصها تجي رطبه 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 باش دغيا كنخرجوها من البوق بكل بساطه، ما كتمحنا ما حتى شي حاجه. فشوفوا معايا هنايا راه دهنت اللاطه بزيت نباتيه، انا دائما فاش كتكون عندي هاد الحلوه ما كنفرش لها كاع ورق الزبده، كندهن غير اللاطه بالزيت صافي، وكنبقى كنخرج هذوك الحليوات كنرشمهم بداك البوق على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا، يكونوا شويه كبارين باش يجيو عاطين في العين صافي. وكنثقبهم بالصوب الاصبع ديالي على هذا الشكل، كنحدد فيهم واحد الثقب. فهاد الاثناء راني خليت الفرن كيسخن مزيان من الفوق ومن التحت، سواء فرن غازي او لا كهربائي. ان فوا كيسخن مزيان كنطفي عليه من الفوق، كنخليه مشعول فقط من الجهه السفليه، ومباشره ملي كنثقب هاد الحليوات ديالي كندخل اللاطه للفرن وكنصبر عليهم حتى كيتقبطوا راسهم من تحت وكيتحمروا، عاد باش كنشعل عليهم من الفوق شويه حتى كياخذوا هذا اللون الذهبي. فشوفوا تبارك الله ما شاء الله، بلا تزيين بلا والو كتبان فنه. بالنسبه للتزيين انا كن هكذا كنرتبهم هكذا على سطح العمل، ثم كناخذ الشوكولا اللي كنكون ذوبتها على حمام مريم وضفت عليها بضع قطرات من الزيت النباتيه باش هكذا كنخفف شويه هذاك داك الشوكولا، ما يبقاش ثقيل بزاف. ثم كنبدا كنعبئ دوك الثقوب كيف ما كتلاحظوا معايا كاملهم بالشوكولا البيضاء. من الاحسن حبه هذا لو تعملوا يعني شوكولا زوينه باش هكذا تجي لذيذه، ما كانش ممكن تخدموها بالشوكولا كالا حتى هي تفي بالغرض. انا للامانه هاد البيضه خدمتها غير بشوكولا عاديه، الشوكولاته الابيض العادي، والشوكولا السوداء خدمت بشوكولا غيش شوكولا كوفيرتور هي باش خدمت صافي. انا عبأت هاد عملت نصف ديال الكميه بالشوكولا البيضاء ونصف ديال الكميه زينتها بالشوكولا السوداء، فريمون كيجيو غزالين كيجيو فنين ولذادين. بالنسبه لثمن البيع فانا جميع حلويات دوازاتي كنخرجهم ب 60 درهم، وانتم انتم ثاني راكم كتشوفوا على حسب لا كونتيتي اللي غادي تحضروا. مثلا كان شي مناسبه وهذيك المهم الناس اللي طلبوا عندكم الحلوه كانت بكميه كبيره، فكتحاولوا تعدلوا اليوم في الثمن باش هكذا كتموتيفيوهم هكذا ياخذوا من عندكم، ياخذوا عندكم لا كوموند كلها ديالهم يخدموها عندكم، وهكذا انتم راه ما كتضيعوش وكيكون عندكم الربح. فاش كتكون عندكم كونتيتي قليله فمن طبيعه الحال باش تخرجكم راه غتبيعوها بلو بري نورمال ديالها. فهذه هي وصفه اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو القليل. كنقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.